السلام عليكم. ده الفيديو التاني في النيورال نتوركس. هنتكلم عن مالتي لاير فيد فورورد نتورك. طيب الاختلاف بيبقى عبارة عن ايه؟ الاختلاف في حاجة واحدة بس. السنجل لاير كانت هي بتاخد الانبوت تضربه في الويتس، تعمل السبميشن، تعمل اكتيفيشن فانكشن، تطلع لي الاوتبوت. هنا هعمل نفس الخطوات بالظبط، بس الاوتبوت بتاع اللاير بيخش انبوت للي بعدها، فكل لاير بتاخد اوتبوت اللي قبلها كانبوت ويبقى هو الاكس بتاعها، وتبدا هي تعمل عليه الاوبريشنز وتبعته للي بعدها كانبوت. طيب هل لازم كل اللايرز تكون نفس عدد النيرونز؟ لا. هل في عدد معين لللايرز؟ لا. اللي انت محتاج تعرفه ايه؟ ان انت في المالتي لاير بيبقى عندك انبوت لاير، اوتبوت لاير، وعندك وان اور مور هيدن لايرز. الهيدن لايرز دي لايرز موجوده في النص بتعمل نفس الاوبريشنز، ولكن هي لا انبوت ولا اوتبوت، بس هي دي الهيدن لايرز. الانبوت ملزومه انها تكون بنفس السايز بتاع الانبوت اللي داخل الفيكتور اللي هيبقى داخل لي، يعني لو هما ان ايتمز لازم الانبوت تكون ان في واحد، يكون السايز بتاع النيرونز بتاعتها ان. الاوتبوت ملزومه انها تكون بسايز الاوتبوت بتاع البروبلم. لو انا بقول لك اعمل لي الاند جيت مثلا، فانت ملزوم ان انت هتطلع لي ايه؟ اوتبوت واحد، يا زيرو يا وان، مش عايز اكتر من كده. فالاوتبوت لاير بتكون ملزومه بعدد الاوتبوت المطلوب في المساله. طب الهيدن لايرز اللي في النص هل هي ملزومه بعدد معين؟ لا، مش ملزومه بعدد معين، براحتك في النيرونز. حاجه ثانيه من الحاجات لازم تكون عارفينها برضو، ان مش لازم استخدم نفس الاكتيفيشن فانكشن في النتورك كلها، لا عادي خالص، كل لاير ليها اكتيفيشن فانكشن بتاعتها عادي خالص، على حسب احتياجك ايه الاكتيفيشن فانكشن اللي انت محتاجها في اللاير دي. ممكن واحده ستيب واحده سيجمويد، براحتك زي ما انت عايز، بس تاخد بالك انت بتستخدم الاكتيفيشن فانكشن الفلانيه ليه، غير كده ممكن تستخدم نفس الاكتيفيشن فانكشن وخلاص. طيب ميزه الهيدن لايرز بتعمل ايه؟ بتخليك تاكستراكت حاجات اكتر يعني في الداتا اللي معاك دي. يعني مثلا لو انت داخل لك صوره مثلا، بتلاقي ان اول لايرز بتاكستراكت حاجات بسيطه، بتبدا تاخد بالها ان في ايه، في خطوط في الصوره، في مش عارف بيكسلز مظلمه وبيكسلز منوره، حاجات بسيطه جدا. تلاقي اللي بعد كده يبدا ياخد باله، لا ده في اوبجكت بقى موجود، في وش بني ادم، في صوره مش عارف قط، في كلب، في مش عارف ايه، حاجات كده. في النوع التالت الريكرنت نتوركس. الريكرنت نتوركس الاضافه اللي هنقولها يعني فيها هي ماشيه بنفس الطريقه بالظبط، بس الاضافه اللي فيها ان الاوتبوت بيخش كانبوت، اوتبوت بتخش كانبوت، يعني حاجه بتعمل حاجه زي يونت ديلي اوبريتور كده، حاجه شبه الريجسترز مثلا شويه، يعني من الاخر كانك بتعمل شورت ميموري كده على جنب، بتسيب لك ميموري على اساس ان انت ممكن تحتاج ايه حاجه قدام. طيب دي ميزتها ايه؟ ميزه الريكرنت نتورك عن الباقيين، عن اللي احنا اتكلمنا عنهم دلوقتي، ان اللي احنا اتكلمنا عنهم دول ليهم تريننج بروسس، انا بعمل لهم دلوقتي تريننج، فهم بيتعلموا من الداتا اللي معايا بس. طيب بعد كده لما اجي تيست بالداتا الجديده اللي معايا هيطلعوا اوتبوت زي ما اتعلموا، تمام. طيب عايز اضيف بقى حاجه جديده، لازم اعيد بقى البروسيس بتاعت التريننج وابقى مزود الداتا شويه. ده في السنجل والمالتي لاير. في الريكرنت هنا ده ما بيحصلش، الريكرنت بتتعلم حتى من التست كيسز بتاعتها، يعني وانت بتست عليها الريكرنت بتتعلم لانها عندها ميموري. يبقى دي حاجه في منتهى الاهميه جدا، انها عندها ميموري، فبتاخد الاوتبوت بتاعها تدخله كانبوت. وعلى فكره يعني لسه هنقول نتكلم في الحته دي شويه كده، ان الريكرنت بتاخد توصيلات من اي لاير لاي لاير، يعني مش لازم من الاوتبوت، ممكن اخد من تاني هيدن لاير على الانبوت، من تالت هيدن لاير على الانبوت عادي خالص. حاجات زي دي بتفيد في الناتشرال لانجويج بروسيسنج. انت معاك كلام لازم وانت بتحلل الكلام، لو عايز تعمل تشات بوت محترم او حاجه يعني محترمه فيها شغل محترم، لازم يفهم سياق الكلام، يعني الحاجة اللي انت عاملها دي لازم تكون فاهمة سياق الكلام ماشي ازاي، مش مجرد ان لو لقيت كلمة كذا طلع له كذا،
لا انت عايز تفهم اليوزر اللي بيكلمك ده المود بتاعه ايه، طيب ايه رأيه في البرودكت بتاعنا and so on، حاجات كده. فمعظم الاستخدامات للريكارنت نتورك بتكون في السبيتش، ممكن في الستوك مثلا، حاجات اللي هي بتاعت البورصة والكلام ده، لأن أسهم في البورصة بتكون معتمدة عن حالة الأسهم اللي قبل كده. عشان تبريدكت صح لازم تكون عارف السهم ده كان شغال ازاي مثلا آخر 6 شهور، فلازم يبقى في ميموري هنا يعني بتفكرني بالإنبوتس القديمة برضو. طيب من كل بقى اللي احنا اتكلمنا فيه ده، احنا هناخد بالتفصيل البرسبترون، والمسائل اغلبتها جاية شكل برسبترون، ولكن اللي فات برضو هو يعني احنا لما هنيجي نشتغل بطريقة البرسبترون انت تقدر تعمل اكتر من برسبترون جنب بعض، فتقدر تعمل لايرز، ولكن عموما هنتكلم دلوقتي بس على البرسبترون. طيب البرسبترون ده عبارة عن ايه؟ ده نيرون سيمبل جدا، نيرون غلبان جدا، بتدخل له الانبوتس من 2 كاتيجوري، يعني الانبوتس بتاعتك كلها في الداتا بتاعتك كلها يا زيرو يا وان، يا يس يا نو، اي تو فاليوز. بس دي حاجه مهمه جدا، هو ما بيعرفش يكلاسيفاي على اكتر من 2، اخره 2 كلاسز يبص لهم. تمام. البرسبترون بيستخدم في كل حالاته الستيب فانكشن، اسهل فانكشن فيهم، بترجع لنا بلس 1 لو الاكس اكبر من الثريشولد اللي كنا عليها، بيرجع 0 لو الاكس اصغر من او بتساويها. طيب يبقى احنا هنشتغل عادي خالص السمشن الانبوت في الويت، نعمل له الستيب يدينا الاوتبوت من البرسبترون ده. بس يعني عايزين ناكد برضو تاني بغض النظر عن اللي احنا اتكلمنا فيه، احنا دلوقتي البرسبترون اللي بنتكلم عليه هو نيرون واحد مش لاير، هو نيرون واحد بيجي لي انبوت للنيرون الواحد ده. البرسبترون يعمل كلاسيفيكيشن بسرعه، يقول لي ايه ده يا 1 يا 0 يا ترو يا فولس. طيب البرسبترون ده ممكن استخدمه في ايه مثلا؟ ده حاجه سيمبل جدا، فانا ممكن مثلا اعمل بيه اند جيت اور جيت، اللوجيك جيتس والحاجات دي ممكن تتعمل بيه بكل سهوله يعني. طيب ايه بقى الطريقه اللي اعمل بيها تريننج للبرسبترون ده؟ انا عايز اظبط بقى البرسبترون على الداتا بتاعتي، اعمل ايه؟ تعمل راندوم ويتس. انت لو فاكرين احنا كان بيخش لنا الانبوتس وبعدين كل انبوت ليه ويت بتاعه. طيب فاول مره الانيشاليز بتاعك بتعمل راندوم ويتس، طيب ما بين نيجاتيف 0.5 وبوزيتيف 0.5، او ما بين نيجاتيف 1 وبوزيتيف 1، زي ما تختار، الا طبعا لو المساله جت ايه قالت لك في رينج محدد. فالمهم يعني بنحط ايه راندوم ويتس في الرينجات دي. طيب وبعدين نبدا نمسك نفصل الليبلز عن التريننج داتا بتاعتنا، وتبدا تمسك التريننج داتا بتاعتك تاخدهم كده بقى ايه رو باي رو، تاخدهم از ا فيكتور، هاخدهم كفيكتور وادخلهم للبرسبترون، وبعدين اشوف اقارن بعد ما هيعمل ايه. طبعا يعمل هو الاكس في الدبليو بلس البايس لو في بايس، او المساله ما فيهاش بايس على حسب، وبعدين يعمل لهم اكتيفيشن فانكشن اللي هي الستيب فانكشن هنا، يطلع لي الاوتبوت. ابدا اشوف هل الاوتبوت ده مظبوط ولا مش مظبوط، لو مش مظبوط يبقى انا محتاج اظبط الويتس، الويتس اللي انا عملتها راندوم دي مش نافعه، ده طلعت لي اجابه غلط، انا محتاج ايه اظبط الويتس احسن من كده. فبنعمل حاجه اسمها بارامتر تونينج، او ان احنا بنابلاي كده رول معين هنتكلم عليه دلوقتي، بنابديت بيه الفاليو بتاعت الويت، مجرد بتعمل ابديت للويت بالفورمولا دي، بتعدي على الويتس كلها، كل دبليو دبليو اي فور افري دبليو اي، يعني تخليه دبليو اي بلس اي في اكس اي في اي. الاي دي ده الايرور اللي حصل، وده بيبقى ب 1، يعني لما بيبقى فيه ايرور بيبقى 1، غير كده مش هعمل ابديت للويت.
طيب ايه الاي بقى؟ والاكس طبعا الاكس ده الانبوت بتاعنا. طيب والاي دي الليرنينج ريت. طيب يعني ايه الليرنينج ريت؟ الليرنينج ريت في البرسبتور والنيورال نتوركس هو عبارة عن رقم بيحدد انت عايز تتأثر بنسبة قد ايه على كل انبوت داخلك. بمعنى انا لو معايا مثلا 10 انبوتس هدخلهم على البرسبترون، ونعتبر ان كل الانبوتس بتاعتي عبارة عن ال10 اكزامبلز دول، انا الداتا بتاعتي كلها اللي في الدنيا كلها اللي في البروبلم دي هم ال10 انبوتس. طيب لو هو بيطلع لي حاجة فيهم غلط اكيد هبقى انا عايزه ايه؟ لا انت ما ينفعش تطلع دي غلط. ليه؟ اصل هم الداتا كلها اللي في الموضوع ده هم ال10 ايتمز دول، فلازم يطلعوا صح. فانا عايزك تابديت، اول لما تلاقي غلطه تابديت دايركت، النتورك كلها تتشقلب عشان تبقى مظبوطه. طيب انما لو عندك بقى مليون انبوت مثلا وجوه غلط في واحده في النص من الانبوتس، اكيد مش هتقلب ان النتورك كامله علشان انبوت واحد. يبقى انت الليرنينج ريت ده بتقول له اتاثر بنسبه قد ايه لكل انبوت. احنا في الاغلب بنحاول نخليها ايه؟ رقم صغير، علشان ايه؟ لا يعني بنحاول نخليه رقم متوسط شويه علشان لا يبقى لو هو كبير جدا هيبقى النتورك بتاعتي ايه كل ما تلاقي غلطه بتتقلب، الويتس كلها بتبوظ بتضرب. ولا خليه مثلا يعني ما خليهوش طبعا بزيرو مثلا، عشان كده مش هيبقى فيه ليرنينج ريت اصلا، مش هيبقى فيه اي ابديت للويتس. فالمهم احنا بنخليه بوزيتيف فاليو في الاغلب، بنخليه ايه؟ يا 0.1 يا 0.01، دي الفاليو المثاليه للليرنينج ريت. طيب نبدا بعد كده ايه؟ بعد ما عملنا موديفيكيشن للويتس، يبقى احنا بنعمل موديفيكيشن للويتس دي لما يجي لي ايرور. جيت ابص على الليبل لقيته مش نفس الليبل، طلع لي 0 وهي المفروض 1، او طلع لي 1 وهي المفروض 0. طيب ابدا ايه؟ اكمل عادي خالص، امسك الاكزامبل اللي بعديه وادخله ايه على البرسبترون واشوف. طيب خلصت كل التريننج داتا بتاعتك، تمام، ابدا البروسيس من اول تاني. طب ليه ابدا البروسيس من اول تاني؟ اقول لك بس انت عملت ابديت للويتس. انت بما انك عملت ابديت للويتس، ايش عرفك ان الويتس الجديده دي هتمشي على كل الاكزامبلز؟ يعني انت جيت مثلا في اكزامبل 3 وانت بتدخل تالت اكزامبل حصل ايه؟ ايرور، فانت عامل ابديت للويتس. طب استنى، مين قال لك ان الابديت الجديد للويتس ده هيشتغل صح مع اكزامبل 1 واكزامبل 2؟ فانت لازم تتاكد من الحته دي. فعشان كده لازم بنلف لفه كمان اتريشن او ايبوك، هنا بنسمي الاتريشنز ايبوكس. فهتلف ايبوك كمان، الايبوك دي هي الاتريشن على الداتا سيت كامله. طيب الاكزامبل هنا اللي هم حاطينه ايه؟ اللوجيكال اور عادي خالص. طيب قال لك التي، عمل ديفاين للتي، قال لك التي هنا هتبقى بزيرو في الاكزامبل بتاعنا هنا، والليرنينج ريت ب 0.2. طبعا هو لازم في اي اكزامبل ليه علاقه بالبرسبترون هيقول لك ايه التي بكام والليرنينج ريت بكام. طيب بالنسبه للويتس في الاغلب كمان المفروض هيدينا الويتس، يعني عشان كل واحد ما يمشيش دماغه قوي يعني. بس عموما بالنسبه للويتس زي ما قلنا تخليها يا بين نيجاتيف 1 وبوزيتيف 1، يا بين نيجاتيف 0.5 وبوزيتيف 0.5. فاختار الرقمين دول راندوم، دي ارقام عشوائي عادي خالص، اي ارقام الا طبعا لو هو قايلها لك في المساله يعني. طيب لف على الفيرست ايبوك فجرب، يعني ثانيه احنا ممكن ايه؟ الاكس 1 كان داخله بزيرو والاكس 2 داخله بزيرو. هو هي هتبان اكتر فين؟ في جدول هنا. بالظبط الانبوتس بتاعتنا هنا 0 0 0 1 1 0 1 1، لازم يقول لي الانبوتس بتاعتنا قد ايه. السايز بتاع الانبوت مهم جدا، انا عايز اعرف انا هدخل للبرسبترون كام اكس. فطبعا كده انا شفت ايه؟ بما ان الانبوتس هم عباره عن رقمين 0 و 0 0 1 1 0 1 1 يعني اكس 1 واكس 2، يبقى انا هدخل 2 انبوتس للبرسبترون بتاعي، وبالتالي انا عايز انيشاليز 2 ويتس بس.
جميل. طب الاوتبوت بتاعي المفروض يبقى ايه؟ بما اني بعمل لوجيكال اور وبعمل اور ما بين الرقمين دول، فانا عايز الاوتبوت رقم واحد بس. يبقى انا كده عرفت ايه الانبوت اللي داخل للبرسبترون وايه الاوتبوت اللي هيخرج منه. طيب حاجه تانية، احنا دلوقتي بنعمل، لازم نعرف الجدول ده بيتعمل ازاي، لان الجدول ده هي دي المساله، يعني هي المساله بتيجي كده. طيب زي ما قلنا ايه، في ايبوك هنا، قلنا الايبوك عباره عن ايه، لفه على التريننج داتا كلها بتاعتي. فانا الداتا اللي معايا كلها دلوقتي ايه، الاربعه دول اللي هي الكومبينيشنز بتاعت ايه، اكس 1 واكس 2. طيب فدي ايبوك 1 تمام. لكل واحده انت عارف المفروض الاكسبكتد ايه والاكتوال ايه. الاكسبكتد دي انت عارفها المفروض، يعني احنا عارفين ان 0 اور 0 ب 0، 0 اور 1 ب 1 وان سو اون. طيب الاكتوال ده بعد ما انت حسبت. طب ثانيه واحده، هي الواي احنا كنا قلنا الواي بتيجي ازاي؟ الواي هي عباره عن الستيب فانكشن لسبمشن الاكس اي في الدبليو اي. يعني هنا هي عباره عن ايه، اهي بالظبط، ستيب فانكشن لسبمشن اكس اي دبليو اي. طيب هنا احنا قلنا ايه، هنبدا من اول اكزامبل اللي هو ايه، اكس 1 ب 0 اكس 2 ب 0. طيب يبقى بنبدا من هنا، اكس 1 معانا ب 0 واكس 2 ب 0، تضربهم في الدبليو كده طبعا هيطلع لك 0، وستيب للزيرو هيبقى ب 0، ليه؟ ان احنا حطينا التي اصلا ب 0 فهي مش اكبر من ال 0 فهتاخد 0. واحدة واحدة، احنا التي كنا بنقول ان احنا لازم نكون ايه، بنحدد تي معينة في البرسبترون لازم تكون اكبر من التي دي عشان تاخد 1، لو انت اصغر من او بتساويها بتاخد 0. يبقى بعد ما عملنا ستيب للزيرو لقينا ان ستيب الزيرو بزيرو خلاص. طيب جه في الاكزامبل اللي بعدها الزيرو وال1 بعد ما عوض في نفس الويت، بما ان الاوتبوت بتاعه طلع صح مش عامل ابديت في الويت، جاي عوض هنا لقى 1 تمام كوريكت. بفضل شغال عباره عن ان انا بعمل تعويض مباشر لحد ما اقابل حاجه انكوريكت. ثانيه واحده، هنا الانكوريكت او حصل، كان داخل لي 1 و 0 المفروض يطلع ايه، اور ال 1 وال 0 يطلع 1، طلع 0 دي انكوريكت، حصل ايرور، يبقى انا لازم ايه، اعدل الويتس. طيب يبقى هو طول ما انا الاكسبكتد زي الاكتوال، الايرور ب 0 والويتس زي ما احنا كنا بادئين بيها عادي خالص، وهو نفس الكلام هنا مشيت عادي خالص. طيب تعالى هنا بقى، زي ما قلنا الاكسبكتد المفروض يطلع 1، هو ما طلعش 1 طلع 0، ده بقى ايرور ولازم الويتس يحصل لها ابديت. دي الويتس بعد ما حصل لها ابديت، وبما اني عملت ابديت للويتس فانا عرفت دايركت ان انا لازم هاخد ايبوك كمان. يبقى دي معلومه مهمه جدا، يبقى بما انك عملت ابديت للويتس على الاقل مره في الايبوك يبقى انت لازم هتفتح ايبوك جديده. طيب عمل ابديت ازاي؟ قلنا الابديت بتاعنا بالقانون اللي كان مكتوب ورا هنا اهو، اللي هو ده learning rate، كل w هتبقى هي ال w نفسها بلس learning rate في ال x of i في ال e. ال e ده اللي هو ال error، ال error هيبقى بواحد، وال learning rate قايل لنا في المسألة انها 0.2. طيب ال x of i هتشوف بقى بالنسبة ل weight 1، weight 1 دي تبع لانهي x؟ تبع ال x 1. طيب في الكيس اللي احنا كنا فيها اللي هي دي، هي دي اول كيس عملت ايرور، في الكيس دي اكس 1 ب 1 فعوض مكانها في الرول ب 1. طيب اكس 2 كانت ب 0 تعوض مكانها في الرول ب 0 وانت بتابديت الويت التاني. يبقى ادي الابديت بعد ما حصل، بما انك عملت ابديت فانت لازم تفتح ايبوك جديده تكمل. طيب هتبدا زي ما اشتغلنا برضو نتست بقى بالايه، بالويتس الجديده اللي احنا عملنا لها ابديت، نفضل مكملين طول ما الاجابه بتطلع صح، الايرور ب 0. جينا هنا تاني حصل ايرور بعد ما عملنا ابديت للويتس،
فاضطرينا نعمل ابديت تاني. طالما حصل ايرور عملنا ابديت. طيب بقى 0.2 0.4 نكمل. يبقى احنا نفتح ايبوك جديدة بما اننا عملنا ابديت هنا. دخلنا الايبوك الجديدة بال 0.2 0.4 جربنا ايبوك كاملة، لفينا على كل اكزامبل في التريننج داتا، مفيش ولا ايرور. نقف على كده خلاص، ده الكونفرجنس تيست بتاع البرسبترون ان انت ما يطلعش اي ايرور. خلاص في 3 ايبوكس انا بقى معايا برسبترون بيعرف يعمل لوجيك اور 3 لفات بالظبط. طيب احنا نفس الفكره دي ممكن نعملها على الاند، ممكن نعملها على اي حاجه تانية، ولكن قال لك مثلا ايه من الفانكشنز اللي مش هينفع تتعمل على البرسبترون واحد الاكسكلوزيف اور، صعبه انها تتعمل على برسبترون كبرسبترون واحد، بس ممكن لو لعبنا شويه كده ممكن تيجي. بس في الاساس البرسبترون بيشتغل على حاجات linearly separable، يعني حاجة اقدر اقسمها ايه بلاين واحد. فبيقول لك المثال ده كده مثلا، البرسبترون يقدر يشتغل على مثال زي ده كده ازاي، ان التلاتة دول اللي بالاسود دول كلاس واحد وده كلاس لوحده الابيض، فبيجي يقسم ما بينهم لاين كده وخلاص، عرف ان دول مثلا 1 وده 0. البرسبترون بيتعلم بالطريقه دي. طيب انما بالمنظر ده لو عمل خط كده مثلا، ما هو هياخد معاه واحد ايه من النقط السودا دي. طب لو عملت خط كده هاخد معايا واحد من النقط البيضة دي. لا هو مش عارف يعمل حاجه كومبلكس زي دي. دي كومبلكس شويه، الشكل ده كومبلكس، مش عباره عن لاين هيفصل ما بين التو كلاوسز. لا هنا انا هحتاج ايه شكل كومبلكس شويه معقد ان احنا ايه نعرف نفصل ما بين التو كلاسز. طيب بالنسبه بقى نرجع تاني للمالتي لاير نيورال نتوركس، معظم المشاكل اللي في الحياه ما بتبقاش زي اللوجيكال اور كده لينير سيبرابل بكل سهوله كده، هنقسم ما بين دي وما بين دي. سو البرسبترون في حته زي دي مش هينفع قوي، فهحتاج حاجه بقى هشتغل بمالتي لاير برسبترون. احنا كنا اتكلمنا عن مالتي لاير نيورال نتوركس، نفس اللي احنا قلناه عن نيورال نتوركس ده هو بس هتشتغله بايه بالبرسبترون. طب ما هو البرسبترون اصلا مش زي النيورون العادي، بس الاختلاف الوحيد ان لازم الاكتيفيشن فانكشن بتاعته تكون ستيب فانكشن، بس ده الاختلاف الوحيد. النيورون العادي يشتغل على اي اكتيفيشن فانكشن، ده لازم يكون ستيب فانكشن. طيب ده منظر اهو للفيد فورورد نتورك بتلاتة لايرز. انا معايا اهو ايه لاير 1 لاير 2 لاير 3. طيب لاير 1 دي الانبوت لاير، لاير 2 دي الهيدن لاير، لاير 3 دي بالنسبه لنا الاوتبوت لاير. وزي ما قلنا بما اني شغال اكتر من لاير، اوتبوت اللاير الاولانيه بيكون انبوت اللي بعدها، اوتبوت الثانيه يبقى انبوت الثالثه اند سو اون. في حاجه مهمه لازم تبقى عارفها، ان كل نيرون متوصل بكل اللي بعده، يعني كل نيرون اهو متوصل بكل النيرونز اللي بعده، متوصل باللاير كامله. وطبعا الويتس مختلفه، مفروض انها تكون مختلفه لانه الريليشنز وهي شغاله وابديتس بتحصل بيكتشف استراكشرز جديده ما بين الانبوتس، فالويتس نفسها هنا بتكون مختلفه. طيب زي ما قلنا ده كلام طبعا قلناه برضو، حته ان انا ممكن يبقى عندي اكتر من وان هيدن لاير، من الحاجات برضو اللي قلناها حته الريكيرنت. في حاجه احنا مش هناخدها بالتفصيل يعني في النيورال نتوركس السنه دي، بس يعني ككونسبت نكون عارفينه، في حاجه اسمها باك بروباجيشن. اللي احنا بنعمل له ابديت في الويت ده دي سيمبل فورم من الباك بروباجيشن. الباك بروباجيشن لما بيحصل على نتوركس بقى بالمنظر ده. اللي احنا كنا بنعمله ده في الابديت للويتس كان لما يبقى معايا نيرون واحد
بيرسبترون واحد زي ده. هنا بصوا كم النيورونز اللي معانا، انا معايا لايرز كامله، فالابديتس ما بتكونش بسيطه قوي زي اللي احنا كنا عاملينها كده. دي يعني فيها كلام في السنه الجايه ان شاء الله يعني. طيب بالنسبه للريكرنت نتوركس، زي ما قلنا ان الريكرنت نتوركس انا باخد كونكشنز من الاوتبوت للانبوت. طيب وده مختلف عن اللي احنا كنا بنقوله على الفيد فورورد. الفيد فورورد اسايكليك، يعني ايه؟ ما فيهاش حته ان انا ايه اجي في الاوتبوت او اخد الاوتبوت ومدخله تاني على الانبوت، ولا اخد حته من لير ادخلها في حته تانية، مش هينفع الكلام ده. هي بيحصل لها تريننج فتبقى فيكسد فخلاص وما عندهاش ميموري. انما الريكرنت لا، عادي خالص ان انا ايه اخد كونكشنز من عند اي نود ادخلها في حاجه قبل كده، في حاجه سابقه، عادي خالص. ليه؟ عشان هي عندها ميموري. طيب زي ما قلنا نقدر نبريدكت بيها الستوك ماركت برايس، نبريدكت الويذر مثلا، نبريدكت اي حاجه بتبقى محتاجه مجموعه فاليوز عشان اخد قرار. انا مش معتمد على الداتا اللي داخلالي دلوقتي بس، لا انا محتاج اعرف الداتا اللي كانت قبل اسبوع والداتا اللي كانت قبل يومين and so on. طيب حاجه تانية ما اتكلمناش عليها، الانسوبرفايزد ليرنينج نتوركس. كل اللي احنا بنقوله كان سوبرفايزد ليرنينج. ليه؟ زي ما قلنا سوبرفايزد ليرنينج في ليبل، وده اللي احنا كنا بنعمله. احنا حتى الابديت بتاع الويت كنا بنبص الاول نشوف هل حصل ايرور، كنا بنبص على البريدكتد اوتبوت ان احنا عارفين الاوتبوت اذا في ليبل بنقارن بيه. انما الانسوبرفايزد يبقى مفيش ليبل على طول. طيب من الاكزامبلز للنتوركس اللي ممكن تشتغل انسوبرفايزد، في حاجه اسمها سيلف اورجانيزنج فيتشر ماب او كوهين ماب. طيب طبعا يعني معروف ان احنا بما اننا بنشتغل انسوبرفايزد يبقى اول كلمه بتيجي في دماغك كلمه الكلاسترنج. ليه؟ انا ما معيش اي حاجه اقدر ايدنتيفاي بيها الداتا دي، فانا اللي انا بحاول اعمله ايه، احاول اقسمهم كلاسترز اشوف يمكن في باترن داخلي انا مش واخد بالي منه الالجوريزم تطلعه لي. طيب النيورال نتورك باورفول جدا في الحته دي. ليه بقى؟ عكس كل الالجوريزمز السابقه اللي احنا كنا بنتكلم، كنا لازم في الجوريزمز كان لازم نحدد لها ريديوس، نحدد مينيمم نمبر اوف نيبرز، نحدد عدد الكلاسترز. لا هنا ما تحددش، دخل له الداتا وهو يحاول يعرف في كام كلاستر لوحده. اذا دي حاجه في منتهى القوه للنيورال نتوركس. الالجوريزم دي في النيورال نتوركس اسمها سيلف اورجانيزنج فيتشر ماب او كوهين ماب، يبقى في منتهى الاهميه. دي شغاله بتو لايرز بس، انبوت لاير وكلاستر لاير، وكلاستر لاير دي بالنسبه لنا هي الاوتبوت. هدفها ايه كلاستر لاير دي؟ انها تقول لي في كام كلاستر في الداتا اللي دخلت له دي كلها. تمام. طيب ايه البنفيتس بتاعت النيورال نتوركس؟ خلاص احنا بنقفل خلاص التوبيك، يعني انترودكشن كده خفيفه للتوبيك فخلاص. يعني البنفيتس بتاعت النيورال نتوركس، منين ما يجي حد يسالك ايه الميزه بتاعت النيورال نتوركس، رقم واحد لازم يجي في دماغك الجنراليزيشن. نيورال نتورك اكتر الجوريزم بتعمل جنراليزيشن في كل اللي احنا درسناه، مفيش حاجه بتعمل جنراليزيشن زيها. ليه؟ عشان النيورال نتوركس باور يعني باورفول انف انها من داتا سيت معينه تجيب كونسبت عام وتبدا تتعامل مع اي داتا تانية هي مش شافتهاش قبل كده. يبقى الابيليتي انها بتليرن وتعمل جنراليزيشن على اللي هي بتعمل له ليرنينج. غير كده هي بتخلي الكومبلكس بروبلم بوسيبل ان انا اعملها سولف، خصوصا لارج سكيل بروبلمز. في حاجات بتبقى كبيره جدا محتاجه داتا كتير جدا ومش عارف ايه، ولو دخلتها في الالجوريزمز التقليديه بتاعتنا صعب الدنيا تبوظ منك. فهي بتعرف جدا النيورال نتورك تشتغل على الحاجات الكومبلكس دي.
ولكن ناخد بالنا من حاجة مهمة جدا، ما ينفعش تشتغل نيورال نتورك لوحدها، لازم تدخلها في AI سيستم، لازم يبقى معانا سيمبل، يعني معانا سيستم كامل شغال، مش نيورال نتورك واحدة. ليه؟ لان انت لو اديتها للكومبلكس بروبلم بتاعتك نسبة الايرور هتعلى جدا، لازم تمسك الكومبلكس بروبلم بتاعتك دي تحولها لتاسكس مور سيمبل، ومعنى اخر معنى افضل مور اكيوريت. يعني ما ينفعش ان انت بتدخلها كده انا عايزك تلقطي لي ايه الحيوانات والبني ادمين والكلاب والمش عارف ايه ده كده هيبوظ الاكيورسي جامد بتاعت النيورال نتورك. الاحسن ان انت تعمل نيورال نتورك بتصطاد حيوانات بس، مثلا هي عارفه بتعرف تجيب الفيتشرز بتاعت الحيوانات، واحده تانية بتعرف تجيب البني ادمين، وده اوريدي موجود، يعني موجود كتير جدا الحاجات اللي زي دي. فانت تحاول دايما الكومبلكس بروبلم بتاعتك لا يعني عملها ديكومبوز لسيمبل تاسكس، وابدا بقى كل سبست من تاسكس شبه بعضها تاخد ايه، يعني تدخل في النيورال نتورك واحده. طيب كاهميه يعني ان جنرال في اللي احنا قلناه ده، من مميزات يعني النيورال نتوركس من الحاجات المهمه جدا النون لينيارتي. كان في اكزامبل احنا كنا نوره ان الاكزور مش هتنفع في البرسبترون، هي بتنفع في النيورال نتوركس، ولكن البرسبترون علشان هو حاجه سيمبل ما بيعرفش يشتغل الحاجه النون لينير. الاشكال بقى المعقده الكلاسز اللي بتكون متداخله جدا في بعضها، فبتحتاج ثيرد ديجري فانكشن ولا فورث ديجري فانكشن ولا حتى سكند ديجري فانكشن، فهي بتعرف تتعامل مع الحاجات النون لينير كويس جدا. طبعا من الحاجات اللي بتبقى نون لينير السبيتش سيجنال، الكلام بتاعنا ده نون لينير، لما تيجي تدخل الساوند ده كده ده مش لينير، فهي بتعرف تتعامل مع الحاجات دي. من مميزاتها انبوت اوتبوت مابينج، بغض النظر الانبوت بتاعك قد ايه انت مدخل لها فيكتور، لما بتاخد رو كامل تدخله انت بتدخله از فيكتور، هي بتعرف تماب الفيكتور ده كله لكلاس واحد مثلا، لزيرو او وان ممكن، لاتنين تلاتة اربعة اوتبوت زي ما انت حابب، هي بتعرف تماب من انبوت لاوتبوت. الحاجات برضو التانية الادابتيفيتي، يعني ايه ادابتيفيتي؟ دي حاجة اسمها ترانسفير ليرنينج، يعني انت ممكن مثلا انت دلوقتي عايز تشتغل على تاسك، مثلا عايز تعمل مثلا نظام اتندنس بالفيس، عايز تلقط الفيس كده بتاع الناس وهم قاعدين وتاخد اتندنس بشوت واحدة من كاميرا مثلا، هتروح تاخد نيورال نتورك جاهزة من على النت عادي خالص، بيبقى اسمها بري تريند، اتمرنها قبل كده على صور بني ادمين، اتمرنها مثلا ممكن الحاجات اللي على النت اب تو متمرنها ملايين الصور، فالاكيرسي بتاعتها تبقى فوق 99% عادي خالص، تقوم انت واخدها وتعمل لها ادابتيفيتي للتاسك بتاعك اللي هو ايه، تعمل لها تريننج بصور الناس اللي في السكشن مثلا اللي انت عايز تاخد الاتندنس بتاعه كده، تبدا هي تتعلم على اللي هي عارفاه، تعدل اللي هي عارفاه. ولكن لازم وانت بتعمل الحاجات اللي زي دي تختار نيورال نتوركس قريبه من التاسك بتاعك، ما تروحش تاخد مثلا نيورال نتورك متمرنه على حيوانات وتجيبها عشان تريكوجنايز بني ادمين مثلا، يعني لازم الحاجه تكون قريبه من بعضها. طيب من الحاجات التانية الفول توليرنس، النيورال نتورك يعني من الحاجات اللي لو ضربت ممكن ما تضربش كلها في الاغلب، يعني بمعنى اي الجوريزم لو ضربت، لو عملت ديفيجن باي زيرو في وسط الالجوريزم الدنيا فرقعت منك خلاص، انما النيورال نتورك الى حد كبير ممكن لما بيحصل ازمات في الكالكوليشنز في النص وحاجات زي كده الى حد كبير الاكيورسي بتقع، ولكن ممكن تنقذ ما يمكن انقاذه، فدي ميزتها انها بيحصل داون جريد في البرفورمانس ولكن ما بيحصلش فيلر عام زي الباقي. واخر ميزه خالص بقى اخر حاجه يعني اليونيفورم اناليسز والديزاين، ان النوتيشن ثابته في كل الدومينز، انت لو فتحت نيورال نتوركس
على حاجات بيولوجيكال، زي لما فتحت نيورال نتورك على ستوك ماركت، زي ما فتحت نيورال نتورك شغالة بتعمل كلاسيفاي لبني ادمين، زي ما فتحت النيورال نتورك بتاعت سيلف درايفنج كار. ليه؟ لان كلهم مكونين من نيورونز، كده كده كل النتورك شغاله بالنيورونز، فبيخلي الكلام ده ايه، يخليك سهل جدا ان انت تشير السيريز والالجوريزمز. التعديلات البسيطه بقى اللي في الالجوريزمز تقدر تاخدها وتبدا تستفيد بيها. طيب اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا بالفيديوهين دول. انا عارف ان انا طولت شويه، ولكن توبيك فيه حاجات كتير، وإن شاء الله يعني مسألة سهلة إن شاء الله. فيه ربنا معاكم.